في رسالة غلاطية دي الإصحاح السادس دي اللي بيقول فيها جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنا. دي الكلمة في أصلها شو يعني شو اللي هو المنظر. يعملوا شو على حسابكم أنتم تختاتون، هو عايزين يعملوا شو. إذا إيه القصة دي؟ قصة أيها الأحبة إن التدين ده شغل تحتاني كله على تحت، ناس بتمثل على ناس وناس بتمدح ناس وكله تحت، فوق ملوش دعوة. أحبوش العالم ليه؟ ده يحبه جدا ويعمله بروموشن كمان. فالقصة هنا زي ما قال الرب يسوع وهو بيصلح مفاهيم العبادة، زي ما بيصلح كل شيء، بيقول ان هذه العبادة بالذات ما تنفعش تبقى شو. العبادة ما تنفعش تبقى شو. العبادة دي لابوك الذي يرى في الخفاء، وابوك الذي يرى في الخفاء ماله يجازيك علانية. طيب إذن فهناك يعني ايه بقى ايه اللي يخلي العالم يبقى مبسوط من الجماعة دول اللي فيهم روح التدين؟ اقول لكم شوية حاجات. واحد، انه تدي فرصة للإنسان الطبيعي الخاطي بطبيعته انه يسود في الدنيا، ما هم دول اللي باينين. فبتدي فرصة ان الناس دول اللي بالطبيعة الفاسدة هم اللي باينين، هم اللي موجودين، هم اللي بيحتلوا حتى الميديا، هم الموجودين. فبالتالي بينشر فكر وبينشر فكر الطبيعة الفاسدة. واهم حاجة في الطبيعة الفاسدة هي العبودية، لأن كل من يفعل الخطية هو عبد الخطية. بس احنا ما جبناش سيرة الخطية هنا، احنا عمالين نتفرج بقى على مسرحية على شو. فالجزء الأولاني هو بينشر سيادة الجنس الفسدان على ما عملهاش ليه. العالم مبسوط جدا بهذا الأمر، مبسوط ان في حد في الطبيعة الخاطئة الطبيعة القديمة يبان ويتكلم والناس تشاور عليه. دي نمرة واحد. اثنين، بينشر الرياء والتمثيل. ثلاث مرات يقول لهم هذه ليست عبادة، أنتم مرائين. يعني المرائي؟ المرائي هو ما يظهر عكس، هذه في اللغة العربية، المرائي هو ما يظهر عكس ما إيه؟ يبطن. ويبطن جاية من البطن، عشان أنا في شباب هنا كلهم بتوع الاي جي. يبطن يعني ما جوه باطنه، فهو يظهر عكس ما يبطن. هذا مرائي، فهو من جوه فساد. قال لهم الرب يسوع مثل القبور المبيضة من الخارج ومن الداخل عظام وكل نتانة. فالمرائين والمرأة وجو الرياء حلو بالنسبة للعالم، عشان كده بينشروا. ولما الشغل بتاع المرائين ده يكتر قوي قوي قوي، الكذب يكتر ما الرياء والكذب واحد. وهو كذاب وابوه كذاب وبيحب الكذب، فالدنيا كلها كذب في كذب، تمثيليات اي كلام. وماله انشر الكذب، انشر وماله. ما العالم مليء، العالم قد وضع في الشرير والعالم كله كذب وماله. يبقى نمره واحد هو بيظهر صوره الانسان اللي الطبيعة الإنسانية الفسدانة. نمرة اثنين هو بينشر الكذب